السلام عليكم. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعلن بدء صناعة المفاعلات النووية محليا. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يوم الثلاثاء عن بدء صناعة المفاعلات النووية محليا. وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي: قررنا التخلص من الضجة النووية لأن الأطراف الأخرى تريد عرقلة تقدمنا في مجال النووي من خلال توجيه الاتهامات. وأضاف: بدأنا التمهيد لتصميم وبناء المفاعلات من منظور مختلف وعلى مستوى مختلف، ووضعنا توطينها على جدول الأعمال حسب وكالة التسنيم الإيرانية. وكانت المنظمة الإيرانية أعلنت أمس الاثنين أنه سيتم إنشاء موقع نووي شامل في محافظة فارس نظرا لإمكانيات المحافظة. وقال إسلامي خلال حفل تدشين مشروع متعلق بالإشعاع: إن خطة المنظمة هي إنشاء موقع نووي شامل في محافظة فارس، معربا عن أمله أن يتم استخدامه للأنشطة التعليمية والصناعية في المحافظة من خلال إنشاء مفاعلات جديدة. وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في وقت سابق الاتفاق على توثيق العلاقة بين منظمة الطاقة الذرية في بلاده والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأوضحت وكالة إيرنا أن تصريحات عبد اللهيان جاءت في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأرميني أرارات ميزاريا في ريفيان، مشيرا إلى أن تبادل إيران الرسائل مع الجانب الأمريكي في الأسابيع والأيام الماضية بشأن عملية مفاوضة رفع الحظر. ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشير إلى وجود اتهامات لأنشطة إيران النووية، نافيا وجود مثل هذه الاتهامات بدعوى أن لا أساس لها من الصحة. وتم الاتفاق على كيفية الرد على أسئلة وكالة الطاقة الذرية. في الأخير، إذا كنتم من المهتم بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.